السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، يسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد من لعبة ارك سيرفايفل كريستال. طبعا شو قصة المقطع هذا؟ المقطع هذا بالصدفة لقيت طائر تيرور بيردز اسمه جيك، فروضته اكتشفت انه هو بيرفع التوربر او بنيم الديناصورات بشكل سريع، فكتير كان سريع جدا كمان غير هيك، فكتير فادني وروضت فيه ديناصورات. ما بدي احرق عليكم المقطع، بتمنى المقطع ينال اعجابكم، بتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك لصلكم جديد. تحياتي لكم، يسعد اوقاتكم، نشوفكم بخير، سلامات. طير 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 يا زلمة، طير يا رجال طير. اوكي بطل بيطير. نشي يموت نشي يموت نشي يموت. بيطلع خافوا منك يا كبير. كيف حالك؟ لا يلا 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 ابلع ابلع. اوكي على السريع. شو بده ياكل هذا؟ برايم ميت برايم ميت، معانا برايم ميت، هاي وحدة هاي تنتين. يلا قتلو. اوكي شبه قتلو شبه قتلو، خلص خلص عليه، نصرف. يلا خلينا نشوف شو فيه هون. هداك هو اللي بدي اياه. ايوه ده قدر مسرعه الصغير. خلينا ندخل جوا البيت هذا نشوف وين الديناصور راح. بدنا ساعة ندور عليه. هذا هو نعسني. اوكي
اوكي انحشر انحشر واخيرا لا عصرية. ضيله هلا بينام. تعال يا غالي تعال. انت ايش تاكل؟ كنت خليك شو اسمه شو بياكل شو بياكل ولا شيء؟ اوكي برايم ميت برضو. ما هي برايم ميت ثلاثة. يلا هذا ممتاز. هذا اوكي استنى يتروض. هذا بده صدل. هذا هو بنزل عنده بنزل عنده التر على السريع. والله والله خايف خايف يصحى. انا يا إلهي ليش لك انت؟ دخلي كيف دخلي 1080 ليفلو. اوف جيرار. هاي عملنا صدم. اوه ما اسرعه. اوكي تعال نروح نجربك على الديناصور ونجي نروح نجربه. تعال معي باش تموت باش اموت انا. سريع حلو فيه سريع كتير. ايش هذا سكوربيون كبير؟ ايش هذا كبير كتير هذا؟ هذا غير شكل منظره. شو هذا؟ طيب ميت. هات هات اعطيه اعطيه لحم يخربوني. نقدر نزيد الدم. خلينا نزيد الدم شوي. بنام.
والله ممتاز. طلع نيات. اوه يا مفتاح سريع والله. اوه والله ممتاز. نام يلا يلا نام. ياكل لحمة عادي؟ لحمة عادي. كلهم اوكي. خلينا نشوف الكارنو اللي روضناه لهون. ليش ما بقدر اروضه؟ ليش؟ كبينهم باسيف هدول او اشي ما بعرف. خلينا نشوف الكارنو. انا الكارنو الليفل العالي. لا 240 هذا ما بدي اياه. هذا ايش هذا؟ بطوط. والله هذا كتير قوي، كتير كتير قوي هذا. راح ينام راح ينام. ما في مجال راح ينام. راح اضل يزيد توربر. او اخر الدنيا راح ينام. والله كتير كتير قوي، كتير كتير يعني. عجبني صراحة لدرجة رهيبة. سريع جدا. شو شايفين مسرعه؟ سريع جدا جدا. اوكي تروض الكارنو. هلا والله بالكارنو. التمساح المشكلة، التمساح بي 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 بيشيلني من فوق. اوه سكوربيون كات السكوربيون هذا. بس
اقسم بالله بمشي فيه بكل الزعرة. انا كمان والله قوي سلم ونام. برايم ميت استفيد من 40 ليفلو. كلام فاضي. صار البرايم ميت فيه. اوكي طيب كلهم كلهم نايمين. والله نجربه على كائن. اوه شو فيه هون؟ مين هذا؟ كأنه بيقوى قاعد. اوكي هتخرب ضهم. مين اسهل البلاد؟ هذا في مين خد شو بده؟ شو بياكل؟ بياكل ماجوبيري. انا اول مره بعرف ان هذا بيطير الحيوان. ايش هذا اللي فوق؟ ما بعرف ايش زائد واحد. اوكي خليه هذا معنا. هاتو ولهون بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم واتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك. ولو مش مشترك اشترك لسنا كل جديد. طبعا راح استعرض لكم هدول اخر الديناصورات اللي روضتهم عن طريق هذا الديناصور. ما قدرت احطهم في المقطع انه كيف بروضهم هيك لانه راح يصير المقطع كثير طويل. فحطيت لكم هيك شوية مقاطع بسيطة لديناصورات معينة كارنو والطباع وهيك. ف بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم واتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك. ولو مش مشترك اشترك لسنا كل جديد. تحياتي لكم. نشوفكم خير. يسعدكم. سلامات.